برضه مش ناوي تعترف يا ميشو عشان تريح نفسك؟ تعبت مش كده؟ طب يا ميشو انا هسيبك تروح عشان تجيني هنا تاني بمزاجك وتعترف. انت عارف ايه مشكلة لزيك ايه؟ انك فاكر انك تقدر تعيش في الدنيا وتعيش بالفهلاوة، بس الكلام ده طبعا مش معانا، انت فاهم؟ روح يا ميشو روح عشان انا عارف انك هتيجي هنا تاني. عايزك تفكر 1000 مرة قبل ما تغلط غلطة واحدة. عارف لو وقعت تحت ايدي تاني مش هرحمك، هخليك تندم على اليوم اللي جيت فيه الدنيا. يا صباح الخير يا اللي معانا، الكروان غنى وصحانا. سمورة سمورتي سمرمر، اصحى بقى يا جميل، اصحى يا قمر. يا ربي ملاك نايم على السرير يا ناس. ايه في ايه؟ في ايه يا سيد؟ مفيش يا حبيبتي، الساعة بقت 12 بين الظهر يا حبيبتي. معقولة؟ أنا نمت الوقت ده كله؟ أي شكلي هرتاح واستقر هنا قوي. إن شاء الله يا حبيبتي، إن شاء الله، ده كده الأولاد هينبسطوا قوي. مش مهم الولاد ينبسطوا ولا ما ينبسطوش، المهم أنا أنبسط، أنا أستريح، أنا ما أزهقش. لا يا حبيبتي إعملي معروف، ربنا ما يجيب زهق أبدا. أنا شكلي هتصل بيهم في البيت وأقول لهم يبعتوا الشنط بتاعتي كلها، لأني شكلي هقعد هنا كتير. الله عليكي، هو ده الكلام بقى. أنا كمان وصيت في الغدا على شوية سمك وشوية جمبري وكام إزاز بيرة مشبرين واوعى تاوعى اوعى. يلا حلو، يلا بقى، يلا قومي بقى وبطلي كسل، ده احنا في شهر العسل. يلا يلا يلا، واحد اتنين تلاتة. ازاي يا عم أنس تكتب إيصال أمانة للي اسمه شيكو مدريد ده؟ اللي حصل أعمل إيه يعني؟ يعني اسيبه وضيع المستقبل الباهر اللي بينتظر فطين؟ طبعا لا. اللي انا مستغرب له يا استاذ انس، أيوه، انتوا ليه خايفين ان شيكو مدريد هيعلق الصور في المدرسه مع ان انت حضرتك اللي مصورها له؟ ومفيش حد هيخاف على فطين قدك، اكيد هتطلعه حلو في الصور. افهمها لكم ازاي دي؟ اقعدوا اقعدوا. قعدنا. فطين ده قدوه، مثل، معلم، مربي فاضل، يعني ما يصحش الاولاد في المدرسه يشوفوا صورته بالشكل ده. ده غير كمان انه هدد انه هيبعت ورق فيه السي في بتاع العيله. سيفين ده على كده شيكو مدريد اختنى. هو هيوزع فلوس. بقول لك السي في بتاع العيله، يعني التاريخ الاجرامي للعيله كله. حلو والله، شيكو مدريد اول مره يعمل حاجه عدله. انتوا فرحانين؟ بص يا عم انس، انا عايزك تفهم حاجه، احنا في تاريخنا الاجرامي مفيش حاجه نخجل منها. المعلم سيد الحاوي مثلا عنده قصص وحكايات محدش عملها قبل كده، وميشو حبيبي بسم الله ما شاء الله عليه مفيش عمليه دخلها في عالم الاجرام الا لما بصم وعلم. يعني اللي اسمه شيكو مدريد ده لو عايز ينشر حاجه ينشرها. ينشرها طبعا ينشرها. انا غلطان ان انا ضيعت وقتي معاكم. وبيعدوا هنا، اطلعوا بره. طب مش هنتغدى بس ولا ناكل لقمه؟ مش غدا، ومش عايز لسانكم يقع من كلمه من اللي احنا قلناه. عيب يا عم انا، سرك كبير. يلا يلا. في يا عم انا بتقول ايه؟ هو متضايق ليه؟ معرفش يا عم ستيشن، بس قلبي بيقول انها حاجه ليها علاقه بفطين. ميشو الحمد لله على السلامه. احنا سالنا عليك في الاسم قالوا انك انت لسه ما جيتش. عدوا عليا بالليل. نعدي بالليل؟ ما قلتوليش ليه على ايصال الامانه؟ اخ نسيت، وبعدين بقول له بالليل بقى، هو شكله تعبان دلوقتي. يعني الضابط فؤاد هو اللي كان حاجزك؟ ومش بعيد يكون موقف لي واحد دلوقتي قدام البيت علشان يراقبني. عشان كده خليتنا نجتمع هنا في شقه عمك انس. ده على اساس بقى ان شقه عم انس مش في نفس البيت. لا يا ستيشن، احنا اجتمعنا هنا علشان العروسه الجديده فوق. بس عم ستيشن ابوس ايدك. ميشو هتعمل ايه مع شيكو مدريد؟ شيكو مدريد ده حبيبي، هظبطه طبعا، بس افكر له كويس.
بنمر قال لك يا ميشو على ايصال الامانه بتاع عمك انس. ايصال امانه؟ ايصال امانه ايه؟ اصل ده سر. شيكو مدريد مض عمك انس على ايصال امانه ب 30,000 جنيه عشان ما يخليهوش يعلق الصور اللي صورها لنا في المدرسه. وبعدين ده سر هبقول لك عليه بعدين. الكلام ده حصل يا عمي؟ الكاميرا دي مش عايزه تصلح ليه؟ عمي حصل. انت ايه اللي وداك عنده؟ خوفي على فطين. بصوا بقى واسمعوني كويس. بونبوني عايزك ترابط قدام المديريه وتعرف خط سير الظابط فؤاد بالظبط. حصل يا برنس. وانت يا ستيشن عايزك تشمشم لي حوالين الخرده وقطع الغيار اللي بيشتروهم شيكو مدريد وتعرف مين اللي بيبيعهم له وتظبطهم. وجب. انت بتفكر فيها يا ميشو؟ ما تقلقش. الو؟ ايوه انا ميشو. اهلا. لا اصل انا كنت مسافر انت عارفه بقى الابحاث والاثار و... لا فاضي. خلاص ماشي اوكي جاي حالا. وانتوا زي ما اتفقنا وتعدوا عليا بالليل. وانت ما تتحركش من هنا. هتحرك اروح فين؟ انا بصلح الكاميرا. فهمت حاجه يا بونبوني؟ لا. انت فهمت حاجه يا ستيشن؟ إذا كنت أنت ما فهمتش يبقى أنا هفهم. تمام يا فندم. جالنا بلاغ من المجهول عن تسليم مخدرات في هنجر في المروطية. أوامرك يا فندم. بلغهم يجهزوا القوة بسرعة. ألو. أيوة يا معلم شيكو. اسمعني أنا بونبوني. أنا بكلمك عشان أقول لك إني خايف على ميشو من اللي ناوي يعمله. ده حالف لا يولع الهنجر باللي فيه. وأنت عارف ميشو. ده مش كده وبس. ده معايا يجي دستة رجالة. بص أنا قلت يعني بيني وبينك كده حاول تهدي الموضوع بينك وبينه والصلح خير. أنا ماليش دعوة. أنا كلمتك وعملت اللي علي. ماشي سلام. تمام. أنا كده أنت طالع رحلة. عدوا عليا بقى عند أنس. تمام. ميشو ها هنعمل ايه يا عم ستيشن؟ عم ستيشن انا بكلمك. عم ايه الحرمان اللي انت فيه ده؟ اسمع انت وهو مش عايز نمله واحده تدخل من باب الهنجر. انتوا سامعين؟ الولا ميشو جاي في السكه وعايز اقلبها له نار نار وجهنم عليه وعلى اللي جايين معاه. الظاهر انه جه. سلم نفسك يا شيكو. المكان محاصر. اللي هيقرب مني هقلبها دمار تام. Everything's okay. مخدرات ايه بس يا باشا اللي بتدور عليها عندي؟ ده انا حالا شيكو مدريد. لا ليا في المخدرات ولا في ضربها حتى. امال ليك فيها يا شيكو؟ قطع غيار السيارات يا باشا. يعني لو حضرتك عاوز تظبط عربيتك تظبيطه من اي نوع يعني شيكو ظبطها لك. شيكو انتوا مش دورتوا بنفسكم يا باشا؟ لقيتوا حاجه؟ لا ما لقيناش. بس لقينا رجاله واقفين وجاهزين بالسلاح. ليه يا شيكو؟ دول كانوا تشريفه في انتظار ضيف تاني خالص يا باشا. ضيف تاني؟ طب خد رموه في الحجز ويترحل بكره على النيابه. لا حجز يا باشا. مش شيكو مدريد اللي يترمي في الحجز يا باشا ويروح النيابه. مش شيكو مدريد. ومن انا عندي المحامي بتاعي اللي ممكن يخرجني لو احتجت لي سعادتك يا باشا. انا في الحجز. اتفضل يا باشا. شيكو مدريد ما ترميش في الحجز. ما ترميش في الحجز. ده انا بقى كده كرتها على قفايا. فريد بيعمل ايه دلوقتي؟ ها؟ يعمل ايه دلوقتي لما يعرف؟ ولا هنشوف ولا هنشم الشغلانه دي تاني. مش ده ملعوب اطلع بصح يا ريس. بس مين اللي يقدر يعمل كده؟ ها؟ شيكو مدريد؟ ها؟ براءة ها؟ قفل يا جدع عشان من مين؟ معرفش.
الله ده كباب وكفته يا معلم. استنى اوف. ايه ده؟ يا نهار اسود. ميشو. دي الكلب يا ميشو. ماشي. لو انت ميشو وانا اشيكو مدريد و everything is okay. استاذ ورئيس قسم الخطط والالعاب. اهو كده رجعت لنا سمعتنا بعد اللي عملوا فيه. ولسه الخطه رقم 2 بس لما يطلع بكره بالسلامه. مين يطلع منين؟ هو شيكو مدريد هيطلع بكره من الحجز؟ ايوه يا بونبوني، ما هو طالما ما لقوش عنده مخدرات يبقى هيطلع. وطبعا هيخرج من الحجز ينتقم مني عشان ايصال الامانه. بكره الصبح تعدوا عليا يا رجاله. ماشي وجب يا برنس. زمان شيكو مدريد عرف في الحجز وهيتجنن. ودي وانا كمان. لا انت بتغش يا بيبي. طب ما تزعليش نفسك. لا زعلت منك. لا عشان خاطر ما تزعليش. لا زعلت والله. طب بصي خدي الولد ده هديه مني ليك. ربنا يخليك ليا. بس ما تزعليش. بابا ايه؟ من فضلك كنت عايزك لوحدك يعني مشوار كده. ايه قلة الذوق دي؟ مفيش مساء الخير يا طنط؟ وبعدين ايه لون البدله دي؟ انت سقطت برطمان موسترد ولا شوربه عدس؟ وبعدين ايه كم المربعات اللي فيها ده؟ انت سرقت مفرش السفره؟ حضرتك انا ما بتكلمكش انت، انا